إذا لمناقشة الانتهاكات ضد المسلمين وبقية الأقليات العرقية والدينية في الهند ومحاولات المعارضة الوقوف بوجه الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص بقضايا وشؤون الأقليات محمد سرحان. أستاذ محمد، حياكم الله. المعارضة الهندية تتوحد في محاولة لإسقاط ناريندرا مودي في الانتخابات المقبلة. إلى أي مدى خسرت الهند في فترة حكمه؟ خسرت التسامح والمساواة المفترض وجودها في حكومة ونظام يدعي العلمانية. أستاذ محمد، حياكم الله أستاذنا، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو صراحة الهند يعني خلال هذه السنوات منذ عام 2014 خسرت صورة الهند التي كانت تتسم بالتعددية والتعايش المشترك بين أبناء القوميات والمعتقدات المتنوعة في الهند كما كانت معروفة وما امتازت به خلال العقود الماضية يعني. لكن طبعا هذه الخسارة الكبيرة كانت تحت ضغط الخطاب الطائفي والعنصري الذي جلبه حزب الشعب الهندي أو بهاراتيا جناتا بفكرة الترويج للخطاب الطائفي وفتح الباب واسعا أمامه سواء في الأروقة السياسية أو حتى من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الترغيب بتقريب أصحاب التوجه الطائفي وأيضا من خلال الترهيب والتخويف من الآخر، والآخر هنا المقصود به بالدرجة الأولى هو المسلمين ثم يليهم المسيحيين والقوميات ما تسمى القوميات المنبوذة أو المهمشة في الهند. أستاذ محمد، هذه الأفكار المتطرفة إلى أي مدى تهدد شكل الهند كدولة ومواطنين، لا سيما طبعا مع القوة التي بات يتمتع بها اليمين المتطرف في هذا البلد؟ هو للأسف يعني الهند التي كانت تقدم لنا من خلال يعني الأفلام، خاصة الأفلام الهندية الشهيرة القديمة المفعمة بالرومانسية والحب والغناء والرقص وكأن هذا الشعب لا يعرف كراهية أبدا، أصبحت هذه الصورة العامة في الهند يعني تلوثها وتغطيها أخبار العنف والطائفية والاعتداءات الشعبوية في الشوارع واستهداف المسلمين بالدرجة الأولى ومساجدهم وبيوتهم ومحلاتهم حتى التجارية، وأيضا المسيحيين وكنائسهم وغيرهم من حتى من القوميات المهمشة في الهند. هذا الحال متأثرا بالخطاب الطائفي والشحن الطائفي يتم ضخه على مدار الساعة في الهند، يعني سواء في السياسة وسائل الإعلام حتى لم تسلم من سيطرة الحزب الحاكم وتوجيهها بخطاب طائفي في فكرة التخويف من المسلمين وأصحاب المعتقدات الأخرى وهكذا، وتشجيع حتى الغوغاء وأيضا أصحاب الخطاب الطائفي على ازدراء هؤلاء سواء المسلمين والمسيحيين أو حتى أبناء القوميات المهمشة من الهندوس. وبالتالي هذا التغول من لهذا الخطاب الطائفي والعنصري من أصحاب التوجه هذا وتقريب وشحن وتجيش الغوغاء الذين يتم السيطرة عليهم عبر وسائل الإعلام والخطاب الإعلامي المعتمد على مزاعم غير حقيقية بأن هؤلاء كانوا محتلين أو بأن هؤلاء عليهم العودة إلى البيت الهندوسي سواء المسيحيين أو المسلمين وبالتالي عليهم ترك ديانتهم الحالية والعودة إلى الهندوسية وهكذا، بل حتى لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، تغول أيضا هذا المجال الطائفي في السينما الهندية، يعني حتى الآن كثير من الأفلام السينمائية التي يتم ضخها ودعمها عن طريق الحزب الحاكم تعتمد على الخطاب الطائفي بالدرجة الأولى. لدينا مثال على ذلك، يعني الجميع يعرف ما عانه وما يعانيه المسلمين في كشمير على سبيل المثال، لكن تنظر إلى فيلم حديث قبل عدة أشهر فقط يسمى ملفات كشمير، هذا الفيلم عندما تشاهده يقدم لك المسلمين باعتبارهم أنهم كانوا يمارسون الإبادة الجماعية ضد الهندوس في كشمير. فيلم أيضا مثلا قصة كيرالا أو كيرالا السوري يقدم المسلمين باعتبارهم إرهابيين يستجلبون الفتيات الهنديات وتحويلهن إلى إرهابيات. فالخطاب هنا يعني للأسف سيطر على الإعلام وعلى السينما وطبعا بالدرجة الأولى في السياسة، وبالتالي هذه الصورة القاتمة التي أصبحت تقدم المسلمين باعتبارهم هم يعني الوحش الأكبر الذي يتم التخويف منه وبالتالي التخلص منه والاعتماد على هذا الخطاب الطائفي الذي يستخدمه الحزب الحاكم في الانتخابات يعني. أستاذ محمد، تعتقد أن الهند خسرت
حلفائها العرب من خلال الشحن الديني ضد المسلمين؟ هو بالدرجة الأولى للأسف أن حتى فكرة النظرة للمسلمين باعتبارهم يعني عدو، رغم من أنهم من المكونات الرئيسية في الهند، والتعامل معهم باعتبارهم يعني بيئة يعني تستحق الاعتداءات التي أصبحت مشهد يومي وخبرا يوميا في الوسائل الإعلام، الاعتداء على المسلمين أو التهجم على المساجد أو حتى الطلب بإقامة حفريات تحت المساجد التاريخية بحجة أنها بنيت على معابد هندوسية وهكذا. هذه لم تدع مساحة للتواصل المطلوب ما بين الهند وما بين الدول العربية التي تتميز بعلاقات جيدة مع الهند، وإنما تفتح الباب فعلا لفكرة وجود تباعد في هذه المسافة. عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص بقضايا وشؤون الأقليات محمد سرحان، شكرا جزيلا لكم.